أهلين حبيبي، صباح الخير. صباح النور ماما. شو على المدرسة؟ إيه مثل ما بتعرفي نحن بآخر مستوى قبل الشهادة. ماني مصدقة إمتى يخلص هالفصل بدون مشاكل. ما بدي غير شوفك بالجامعة وأطمن. إيه هانت هانت. ليك شو كنت بدي أسألك، لمحت شي نقول من الصباح؟ لا، ليش عم تسألي؟ والله غريبة، طلعت على أساس رايحة تجيب كم غرض، لهلأ ما رجعت، دقيت لها كتير وما عم بترد. وين بدها تكون راحت؟ يلا مو مشكلة، بلا ما تتأخر. باي باي. انتبه على حالك. وانت كمان انتبه على حالك. أحلى أم بالكون. الله معك. والله غريبة قصتها، وين بدها تكون راحت يعني؟ خير كاهان، شو قصتك؟ اشتقت لها لآسيا؟ لا بس اليوم عرض الصور، لهيك انت عم حاول نقي واحدة منهم. ايه فهمت، فرجيني. ولا واحدة. ليش؟ برأيي هي حلوة كتير وإضاءتها زابطة، حتى في عمق بالصورة، وآسيا عاملة فيها تعبير حلو. ما عجبتني. ما فهمت. الصور اللي أنا مصورهم لآسيا طالعة فيهم أحلى بكتير. ليش؟ لأنه أنا بكون حبيبة، أما أنت بتضل مجرد رفيقة، نظرتي غير نظرتك. هلأ أفرجيك الصور اللي معي ما أحلاها. طلع. شوف، شايف عيونها كيف مليانين حب؟ هاي الصورة تصورناها قبل ما ننفصل. شفت كيف الصور اللي معي أحلى؟ ايه ممكن، مزبوط. أكيد رح تضل قاعد عم تتفرج؟ يلا خلينا نمشي. يمكن تكون انت ما عجبتك، بس برأيي انا نظرتها بهالصورة بتاخد العقل. يلا يا اولاد، تأخرتوا كتير على المدرسة، انتوا روحوا على المدرسة ونحن منكمل على البيت. يلا. لا مو زابطة، ما رح نتركك لحالك، خلينا نروح معك على البيت مشان امي تعيش جو البيت الطبيعي، مو هيك عمر؟ ممكن. امي؟ مالك متذكرة شي من هالحارة؟ يعني هاي البقالية وهون الفرن. وهذا الشي اسمه رصيف، ما بتعرفي اسمه؟ هاش تضغط عليها أوجان، ما بيصير هيك. مثل ما عم يقلك لا تضغط عليها، هيك عم تتعبها ابني. بلكي بالبيت بتتذكري شوي، أساساً رح نوصل قربنا. اخدوها على البيت لأنه هذا الشي رح يساعدها، حرام حاجة تضغطوا عليها. طيب يلا، نحن ليش واقفين؟ يلا خلصوني امشوا. ها طلعي لهون، بشو بذكرك؟ وين البيت؟ أمي ليكو بيتنا قدامك، ما تذكرتي؟ بيتنا؟ ما تذكرت. وكن دندن يرن بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramak geçecek.